مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أبناءنا طلاب الصف الثامن، مع الجزء الثاني من درس النحو المبني من الأفعال، نبدأ درسنا أبناءنا الطلاب ونكمل ما بدأناه. قيمتنا التربوية أبناءنا الطلاب هي الاعتزاز بالدين والهوية، وما زلنا نؤكد على أهمية الاعتزاز بالدين والهوية. فدينك دينك، لحمك دمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر. ونعتز بوطننا قطر الحبيبة، ونعتز بهويتنا العربية بأننا من أهل اللغة العربية، لغة القرآن الكريم. أهداف درسنا اليوم أبناءنا الطلاب هي أن يوظف الطالب الأفعال المبنية في جمل تامة، وأن يعرب الطالب الأفعال المبنية بشكل دقيق. تهيئتنا أبناءنا الطلاب مع علامة بناء الفعل الماضي، كتبت في جملة كتبت الدرس في الصباح. كتبت الدرس في الصباح، علامته هي السكون لاتصاله بتاء الفاعل. أحسنتم، بارك الله فيكم. فالفعل الماضي إذا اتصلت به تاء الفاعل فهو مبني على السكون. الهدف الأول أبناءنا الطلاب هو أن يوظف الطالب الأفعال المبنية في جمل تامة. السؤال رقم 3 بأسئلة كتابنا أبناءنا الطلاب، افتحوا الكتاب وهيا بنا نقرأ السؤال ونجيب عنه. وظف الفعلين الآتيين في جملتين من إنشائك، بحيث يكون الأول الفعل الماضي مبنيا على السكون، والثاني فعل أمر مبنيا على حذف النون. كتب فعل ماض، وتراحم فعل أمر. فعل أمر تراحم، تراحم فعل أمر. لو قلت تراحم فهو فعل ماض. كتب نريدها في جملة وهي فعل ماض مبنيا على السكون، نقول كتبت الواجب. أحسنتم، بارك الله فيكم. فالفعل الماضي هنا مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وعرفنا أن الفعل الماض يبنى على السكون إذا اتصل به تاء الفاعل أو نون النسوة أو ناء الدالة على الفاعلين. تراحم فعل أمر، أريده مبني على حذف النون، إذن أجعله يتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، وهي ضمائر الأفعال الخمسة، فأقول تراحموا فيما بينكم أثابكم الله. فهنا هنا الفعل الأمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة. السؤال الرابع، وظف الفعل يتصدق في جملتين مختلفتين، بحيث يكون مبنيا على الفتح مرة وعلى السكون مرة أخرى. الفعل يتصدق أريده مبنيا على الفتح وهو مضارع، المضارع لا يبنى على الفتح إلا إذا اتصلت به نون التوكيد، ولا يبنى على السكون إلا إذا اتصلت به نون النسوة. هذا المضارع وأحوال بنائه كما درسناها في الجزء الأول من هذا الدرس. هيا نجيب، والله ليتصدقن المؤمن على الفقراء. ليتصدقن، هذه النون نون التوكيد، والفعل الماضي المضارع هنا مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد. أما بناؤه على السكون فإذا اتصل به نون النسوة كما في المثال، المسلمات يتصدقن، المسلمات مؤنث جمع مؤنث، يتصدقن على الفقراء، فهو مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. هدفنا الثاني أبناءنا الطلاب هو أن يعرب الطالب الأفعال المبنية بشكل دقيق، أن يعرب الطالب الأفعال المبنية بشكل دقيق. سؤال، ما إعراب الفعل الذي تحته خط في جملة الأمهات يصنعن حماة الوطن؟ الأمهات يصنعن، الأمهات جمع مؤنث سالم، والفعل يصنعن اتصل به نون النسوة تعود على الأمهات، وهو فعل مضارع، إذن هو مبني على مبني على السكون أم حذف حرف العلة أم الفتحة أم النون؟ إنه مبني على
السكون، أحسنتم. فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. جيم، الجملة التي تحوي فعلا ماضيا مبنيا على الضم. إذا قلت لك فعل ماضي مبني على الضم، ابحث عن واو الجماعة، لأن الفعل الماض يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة فقط. أقول ها، حفظت، اقرأ أمر، قرأ الطلاب سيرة المتنبي، أبطال أفريقيا، أبطال فريقنا حققوا. انظر إلى الفعل حقق، فعل ما اتصل به واو الجماعة، فهو مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وذلك هو خيارنا الصحيح. هيا نعرب بأنفسنا، أعرب ما تحته خط في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستعين بالصبر والصلاة، فيكون الله تبارك وتعالى معنا. آمنوا. قلت لكم قبل أن تعرب الكلمة، الفعل حدد نوعه، فعل ماضي أم مضارع أم أمر. آمنوا فعل ماض، والفعل الماض دائما مبني، والفعل الأمر دائما مبني كما عرفنا. آمنوا فعل ماض، ماذا اتصل به أبناءنا الطلاب؟ اتصل به واو الجماعة، إذن هو مبني على الضم، وهذه هي الحالة الوحيدة التي يبنى فيها الفعل الماضي على الضم. إذن فإعراب آمنوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع الفاعل. استعينوا فعل، حدد نوعه، استعينوا فعل أمر، اتصل به أيضا واو الجماعة. إذن يذكرك بالأفعال الخمسة حين يتصل بالفعل المضارع واو الجماعة، فهو الأمر منه يكون مبني على حذف النون. فالإجابة هنا هو فعل أمر مبني على حذف النون، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع الفاعل. أحسنتم أبناءنا الطلاب وبارك الله فيكم. سؤال التميز أبناءنا الطلاب، وهو: متى يبنى الفعل الأمر على حذف النون؟ الآن أجبناه وتنبهوا لذلك جيدا، يبنى الفعل الأمر على حذف النون إذا اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. لا تنسوا ذلك أبناءنا الطلاب، بارك الله فيكم. مع التكامل ومادة الشرعية من خلال الآيات القرآنية في قول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ادعوا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. جادلهم، جادل فعل أمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر. إن ربك هو أعلم بمن ضل، ضل فعل ماض مبني على الفتح لأنه لم يتصل به شيء. هذه الأفعال المبنية التي في الآية، بارك الله فيكم أبناءنا الطلاب. وفي ذلك دعوة إلى أن يكون المسلم وهو يدعو إلى الله متحليا بالحكمة والرفق واللين والموعظة الحسنة، وأن يجادل الناس بهدوء ولين ورفق، لأن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أبناءنا الطلاب، مع ركن الإبداع والتفكير، وكلكم دوما يبدع ويفكر، من خلال دراسة قصيدة فلسطين أجب بدقة على الأسئلة التالية: ما القيمة الدينية المستفادة من قصيدة فلسطين؟ إنها الاعتزاز بالمقدسات الدينية والتمسك بها والدفاع عنها، عن القدس وعن فلسطين وعن المسجد الأقصى، لأنه أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى الرسول صلى الله عليه وسلم. وما دورك تجاه نصرة في القضية الفلسطينية ابني الحبيب؟ دوري أن أجد وأجتهد في مذاكرتي، أن أكون متعلماً جيداً متقناً، أن أحصل على شهادة علمية أرفع بها شأن أمتي. فلو أن كل مسلم جد واجتهد وتفوق في مجاله لأصبحت الأمة المسلمية قوية يهابها أعداؤها. القوة هي التي تحمي الحقوق.
أما الضعف بالجهل والفقر والمرض كما تعاني منه الأمة الإسلامية الآن هو سبب تكالب أعدائها عليها، وهو سبب اغتصاب أرض فلسطين واحتلالها من قبل اليهود. بارك الله فيكم أبنائنا الطلاب، أبدعوا وفكروا وأجيبوا وسجلوا إجاباتكم في ركن الإبداع حينما تزورون المدرسة بإذن الله تعالى. أبناءنا الطلاب مع غلق درسنا واستراتيجية الكرسي الساخن، ولكن ننتظركم بالمدرسة حتى ننفذ معكم تلك الاستراتيجية المثيرة الجميلة التي تثبت المعلومة وتؤكدها عندكم. في ختام درسنا أبناءنا الطلاب، أتمنى لكم وقسم اللغة العربية التوفيق والسداد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم دوما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.